التقينا ايها الكرام بفضيلة شيخنا الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. شيخ عبد العزيز السلام عليكم. شيخنا سأسألك سؤال واحد باختصار، كيف ترى مستقبل الكتاب العربي المطبوع في ظل الصحافة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني ويوتيوب وغيره من وسائل الإعلام الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة كنا نقول إلى عهد قريب أن زمن الكتاب يبدو أنه في طريق الانحساب، وفي ظل المكتبة الرقمية وتوفر الإنترنت ومحركات البحث العالمية التي ولله الحمد خدمت العلم الشرعي وسائر العلوم النافعة خدمة جليلة لا شك، لكن الذي نراه الآن ولله الحمد من هذا الإقبال الكبير بل منقطع النظير على معرض الكتاب الذي نحن الآن داخله في الرياض يدلك على أن الكتاب يعني سيبقى ولن يزال له مكانه في قلوب الناس، ولا يمكن أن يغني عنه أي وسيلة أخرى مهما كانت متطورة. شكرا لك فضيلة الشيخ. بل حتى لا أرى أن المكتبات الرقمية وغيرها في الواقع هي تخدم هذا الكتاب.